هذا وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر الشهداء في حفل عيد الشرطة الحادي والسبعين حيث استقبل الرئيس السيسي أبناء وأسر الشهداء بحفاوة وسط تصفيق من الحضور وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الدكتورة ليلى تكلة زوجة البطل عبد الكريم درويش ومنى ذو الفقار كريمة البطل صلاح ذو الفقار وآخرين